السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس أحمد محرم. عايزين نتكلم النهاردة عن ميزة مهمة جدا في برنامج الـ ETAPS، إن أنا لو مجهز عندي مشروع ومجهز الـ DXF بتاعه وراسم الأعمدة بتاعتي على layers وراسم الكاميرات على layers، راسم البلاطات بتاعتي على layers، أقدر إن أنا أصدر الكلام ده للـ ETAPS كـ DXF زي ما كلنا عارفين. لكن الميزة الأهم إن الـ ETAPS بيقدر يرسم لك ويعرف لك القطاعات بتاعت الأعمدة بدون أي مجهود بسرعة عالية جدا. ازاي ده بيتم؟ لو انا مشغل فايل الدي اكس اف بس لازم اقفله، بعدين اروح لبرنامج الاي تابس، اقول له فايل نيو امبورت دي اكس اف اوف اركيتكتشر بلان، ده بيتطلب ان سيادتك تبقى عامل نيو موديل، ومثلا هنشتغل باليوزد سيف يوزر سيتنج، وطبعا هقول له انا عايز واحد 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 كاستم سبيسنج، واقول له اوكي. بس هحدد ان انا في الدور الاول، وممكن اظبط اليونتس، انا عايز اليونتس متر وطن وسليزيس، اقول له اوكي. بعدين فايل امبورت دي اكس اف اركيتكتشر بلان، واروح على المكان اللي انا مسيف فيه ETAPS موديل، وابدا اقول انا راسم في الكاد بالمتر وجلوبال اكس 0 وجلوبال واي 0 وروتيشن ب 0 وسكيل فاكتور بواحد، وبس اخلي بالي ان انا عايزه ينزل في الدور الاول، اقول اوكي. زي ما انت شايف طلع معاك البلان بالشكل ده. لو من الموديل اكسبلورر سيادتك قلت له ديسبلاي بلان فيو اركيتكتشرال لايرز، لان اللايرز اللي انت عاملها كلها موجوده، انا مثلا عامل لاير للكولمز مسميها زيرو كولمز، عامل زيرو بيمز، عامل سلابس، وعامل وولز، وعامل اوبننجز. تخيل ان انا عايز ارسم الكولمز بكل بساطه، هقول له رايت كليك اد كولم اوبجكتس. طبعا انا مش معرف ولا اي حاجه، ولا عملت ولا تعريف ولا ديفاين ولا اي حاجه، اوتوماتيكلي الراجل رسم لي الاعمده بقطاعاتها. يعني لو سيادتك رحت الديفاين سكشن فريم هتلاقي ان في قطاعات موجوده عندنا، يعني اهي اف سكشن 1 ده لو قلنا له موديفاي هنلاقي ده قطاع ال 80 في 30 بتاع العمود بتاعي، والقطاع الثاني ابص ده المتر في 30 وهكذا. الراجل عرف لي القطاعات اللي هم عندي من 1 ل 8 اوتوماتيكلي بدون اي مجهود او بدون ما انا اعمل اي حاجه. طبعا تقدر تنفذ العمليه دي في الكاميرات، تنفذ العمليه دي في البلاطات، لكن طبعا هتحتاج تعرف انت القطاع بتاعك. شكرا، وان شاء الله استنونا في فيديوهات تانية. لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب تشانل عشان يوصلك كل الداتا بتاعتك.